اهلا وسهلا، كيف تومه؟ لاباس عليكم؟ بخير على خير. طلب الله تكونوا بخير وعلى خير. جمعه مباركه على الجميع. الطلبه اللي بعد المتتبعات قالوا لي شارك معنا الحقيبه ديال الاطفال ديالك، وشارك معنا الحقيبه ديالك شنو كتعمل فيها بالضبط. وديك شي غادي نوريكم ان شاء الله. قالوا لي شنو النوعيه ديال الحوايج للاطفال ديالك كتعمل لهم، شحال بالضبط كتعمل لهم ديال اللبسات. غادي نوريكم ان شاء الله اخوتي، وغنوريكم ديك شي بالضبط ان شاء الله. كنتمنى الفيديو ما يجيش طويل اخوتي. صافي، هادشي اللي كاين. واخا ما كنتش انا نعمل فيديو، ولكن حفزتوني انني نعمل فيديو. مريضه شويه اخوتي، شكرا لله. والسلاماتي اللي كاين، امبارح كنت عيانه اخوتي، كان وجهي منفخ، نعمل معكم فيديو اخر. الحمد لله والشكر لله، ملي كتجيني لي غاكل دائما اخوتي كتعمل لي هيدا. المهم نتوما عارفين نسا حنا معنا غير نسا الحمد لله. المهم بالنسبه لبنتي شنو عملت لها؟ شوفوا اخوتي، بالنسبه حنايا سبحان الله، لا البنيسات ولا حنايا زعما النساء، دائما حنا الحقيبه ديالنا كتكون عامره على الرجال، على الاطفال، على الذكوره. سبحان الله، نوريكم ديال الابن ديالي، نمشيو نوريكم ديال بنتي. بنتي مدكسه الحوايج. المهم عملت لها اخوتي هذيك السيوه هذه اللي كنت وريتها لكم، اللي كنت شريتها لها من الشيئين، عملتها لها اخوتي. هذه عاد لبسه في الاخر مره اللي عاد تكون عندهم الحفله، مي غيكونوا بحال دابا الوداع غادي يعملوا لافيت. المهم عملت لها هذه السيوه هذه ان شاء الله، عملتها لها وعملت لها السنيدله معاها. عاد تلبس هذه اخوتي السنيدله باقا جديده، عملت لها هيدا. بالنسبه للبيسات عملت لها هاد الشوميز هادي، وعملت لها هاد كروب توب هذا في الغوز، تلبسها مع الشورت. المهم تبدل بها، عملت هاد لا فيست ديال الجين هيدا قصيصرا، اونسي جامي يكون البارده ولا شي حاجه في العشيه، حتى هما لاكتيفيتي كتكون عندهم حتى في العشيه اخوتي. بالنسبه للبيسات اخوتي عملت السروال والتيشيرت، هاد التيشيرت هادي ذكرى مع هاد العبديه سردة سالا ليكيب ديال المغرب، كتجيها مزيونه. وعملت هاد اللبسه هادي اخوتي. بالنسبه لهاد الصريول، هذا الصريول هذا ما كتبغيش يتلبسوا لي، وانا كنقول لها لبسوا، لان هذا واعر، هاد الجين هذا فيه الالوان مزيونين صيفيين. وعملت لها معاه هذا اخوتي بالجديدات، هذا اونسي جامي يكون الهواء بارد ولا شي حاجه. المهم انا عملت لها نص هيدا باليدين، لبسه باليدين هيدا، ولبسات بالتيشيرتات فوالا. وعملت هاد البنطلون هذا بون تيليفون، وعملت له هاد البودي هيدا باليدين حتى هو. المهم الا كان البرد على حسب اخوتي، كان البرد غتعمل له التيشيرت فوالا. بالنسبه اخوتي جوج د اللبسات اللي غتلعب بهم الخيل اخوتي، عملت لها جوج اخوتي، ها هما هادو اللي شريتهم اخوتي، السروال ها هو، عملت لها التيشيرت، عملت لها لي غون، وعملت لها التقاشر ديالو هادو باش تلبسهم. وعملت لها لبسه اخرى، الا توسخت هذه غادي تعمل هذه اخوتي. عملت لها حتى هو كولون ها هو، عملت لها التيشيرت ديالو، وعملت لها قطعه، وعملت لها هذا اخوتي ديالو باليدين. تقدر تلبسو حتى مع هذا لان فيه الفيغ، اللبسه الاولانيه فيها الفيغ واللبسه الثانيه حتى هي فيها الفيغ فوالا، باش تبدل بيها. عملت لها الفويطات اخوتي لان غادي يدوشو كل نهار غادي يدوشو، هادي ديال الشعر وهادي اخوتي ديال الجسم فوالا. وعملت لها بالنسبه ضروري اخوتي، هادي هي بغات اخوتي تديها، قالت ربما يكونوا لي زاكتيفيتي بالليل ولا يكونوا جالسين قصارين بالليل، يكون البرد ولا شي حاجه تلبس هادي. قلت لها واخا بنتي. عندها اخوتي هنايا جوج بيجامات ضروري اخوتي، هادشي كامل كيكون هما كيعطيونا واحد لا ليست شنو بالضبط خصهم العيال خصهم يجيبوا. عندها اخوتي بيجاما شورت، وعندها بيجاما وهي سريول، هاي تعملت فوالا. الا كان البرد تلبس هذه، كان صاش تلبس هذه اخوتي. عامله لها بيجامات هكذا، ضروري اخوتي هادو، هاد حنا كنقولوا لهم بولاينات. المهم هادو الا توسخوا اخوتي، انا وريت لها اخوتي هنايا السنسله، هذا خاوي هنايا يعني عاد تكون مجه هنايا تعمل لوسخ، لوسخ غتعملوا لي هنايا اخوتي فوالا. وضروري اخوتي السليبات ضروري خصكم تحسبوا لهم يعني سيمانه العوا والعين، بقاو تعطيوهم هيداك السليبات، لان البنيتات يوميا خصهم يبدلوا اخوتي السليبات. انا عامله السليبات هنايا جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، عاملة ديال سبع أيام سيمانة.
وعندنا لا واحد تيشورطه، وعندنا لا المهم نتوما عارفين بنيسات ديال 11 عام 12 عام كيكونوا السديه ديالها كيبدا يكبر ضروري خصكم تشريو لهم اخوتي هادو. فوالا عندنا لا جويجات اخوتي هنايا، هي بغات تدي غير جويجات صافي. وعندنا لا اخوتي كميسيتا، وعندنا لا وحده اخرى هنايا، وتقشرات ضروري اخوتي التقشرات. عامله لا شحال؟ عامله لا 4 تقشرات، 5 اخوتي د التقشرات. فوالا هنايا اخوتي طلبوا لهم حتى ما يذبع، ونسي جامي يمشي ولا فيسين ولا شي حاجه. عامله لا لو بوني، وعامله لا مايو، وعندنا لا هذه، هذه كتجمع بها الشعر اخوتي، وعاد كتعمل ديك، عاد كتعمل الطريوش. واو عامله لا هذا، هي كيعجبها تعوم بهذا. المهم ضروري خصو يكون ديك شي نظام ديال اورغانيزي اخوتي الريال، باش كي وليداتي وريتهم شنو عامله لهم باش كيعرفوا. نفسها هذا عاد نشدها. وضروري اخوتي الشامبوانات وديكشي. هنايا عندنا لا شامبوان، هنايا الديميلور، هنا عندها الماسك، هنا عندها جيل دوش، وعندها هذا الصابون. ابخي غادي نشد هاد الماريطا اخوتي. فوالا بالنسبه شنو عندها، راك قلت لكم بنيسات نسيت اخوتي لي صندل، ضروري تشنكلا اخوتي هذه باش كيمشيو يدوشو ضروري خصهم يعملو هذه في رجلهم تشينيكلات. المهم انا ما شريت لا شي تشينيكلا، ولكن هذه صبنتها لاخوتي في الماكينه ورجعت جديده. بالنسبه شنو عندها في الصاك هنايا، انا كنقول لكم البنيتات ماشي بحال الاولاد. المهم بدات هذه ديال سانكس ديال العرق، لان البنيسه ديالي بدات كتكبر. هنا عندها الجبابد، عندها الخلايل باش تجمع شعره، هنا عندها هذا البوندو، هذا عندها المشيطه، عندها المشيطه، عندها هذا الشيء الشعره اخوتي باش كتبوكلي شعره، عندها هذا حتى هو جيل الويفيرا باش كتبوكلي شعره. هنا عندها النظارات من نيدرات، هنا عندها ديك لي زاكسيسوار ديال اليدين، عندها الحلقات، عندها كلشي، هي عدلت هذا الشيء الراس اخوتي. هنا عندها هذا السيروم ديال الشعر، وهذا حتى هو كتبوكلي به الشعر. هنا دات الكريم ديال الشمس، حتى هي طلبوها خصها تدي كريمات الشمس. هنا عندها فراجو، عندها الماسكارا صافي، وعندها هذا، عندها كاكاويت. هنايا شنو عندها في لاتروس، هنايا عندها ديزانفيكتون، عندها بروتيج سليب، هي اللي كتعدل كلشي اخوتي راسها، عندها دونتيفريس، عندها لابروس، عندها مقص ديال الدفرين، وعندها ديكوتون تيج. علموا وليداتكم المسؤوليه اخوتي، يعولوا على راسهم. هايبا اخوتي حسان، هنايا شنو عندها؟ واقيلا هنايا عندها واه، هنايا عندها ستيلوس وديك الشيء. المهم ما نعرف يعملوا، عندها ستيلوس، عندها لي كرايون، ما نعرف يعملوا لي زاكتيفيتي، يكون عندها هذا الشيء هذا بداتو. عندها اون استوار قصه، وعندها كتير هيدا باش تكتب فيه صافي. ها وي، وعندها هذه، هذه باش كتفزك بها شعره باش كتبوكلي شعره. المهم شفتوا انا قلت لكم بنتي بالنسبه وي باقي لا. هنايا عندها هذا باش كتنعس به ديال الشعر، كتجمع شعره وكتنعس. وهنايا عندها التجبيدات، وهنا عندها البارفان بداتها. فوالا شفتوا حنايا نسا ننسى عنا بالعذر باش كديوها معانا والله العظيم. غادي نجمع هادشي ونشوف شنو في الماليطه ديال بني. الو بالنسبه لبني ما جبرتي معاه مشكل اخوتي، انا كيف قلت لكم الاولاد ماشي بحال البنيتات، البنيتات حنايا ننسى عندنا بزاف د الحاجات كنبقاو نجمعو والله العظيم، هادشي اللي لاحظ
بالنسبه لبني عملتلو هاد اللبسه هادي الشورت والقميجه ديالها هادي هي لبسه نهار ديال الحفله فوالا هاي لبسه مع هاد السفردينة هادي جديده ما عملتلو هنايا ها هي جديده عليها عملتلو هنايا خوتي عنده لبسه اخرى عنده الشورت والتيشيرت ديالها ها هما جوج ديال لبسات وهنايا عنده ونسي جامي يكون البارد ولا شي حاجة مثلو هاد البيل هذا بالسلسلة وعندو كابيش وهنا يا عندو أخوتي السريول والتيشيرت إلا كان البارد ولا الشتا ما نعرف الجو كيتقلب أخوتي هنايا في بلجيكا تا هنايا نتوما عارفين عملتلو السريول تا هنايا عملتلو أخوتي السريول وعملتلو هاد البيل هذا هو باليدين فوالا إلا كانت الشتا ولا البارد ولا شي حاجة المهم نسي جامي يكون البارد عملنا له المهم عملنا له جوج لبسات شورت وجوج لبسات سروال عملت له البيجاما اخوتي باش ينعس هو عملت له بيجاما وحده بنتي قالت خصها جوج بيجامات هو بيجاما وحده كافيه بالنسبه اخوتي للبسه ديال اللي غيركب فيها في الخيل ها هي عنده هنايا تيشورت بنطالون تقيشرات ليغون ها هما اللبسه الاولانيه اللبسه الثانيه هي هذه يا خوتي عامله له هذا سريول سبور عملو التيشورت ديالو وعامله له كاب هذه بالكابش اون سي جامي يكون الشتا كطيح ولا البرد ولا شي حاجه ما كانش يلبس غيلبس غير التيشورت فوالا خوتي عملت له هو التشنيكلا هادو بولاينات عملت له هو الفويطات عملت جوج ديال الفويطات هادي وهادي يبدل عامله له التركيه هادي بالليل الا كانوا باقيين جالسين في لاكونتينه ولا شي حاجه الا دات الزريعه نسيت ما وريتها لكم هو دات التركيه حتى هو مثل المايو ديال ديالو مثلو هذا الدراس البوني ودا هادو من الدراس ديالو ومثلو بارفان هاد بارفان هادي ال الوي هادي ديال النساء والرجال باقا جديده قلتلو عندي نعمل بارفان مال على كلا الى عمله الى زدت بارفان ديالها عارفه غادي تعملها بالنسبه هو مثلو اخوتي انا عملتلو تا هو عملتلو هذا ديال الصابونه ماشي الصابونه انا عامله له خيل جيل مثلو الشامبوان مثلو جيل دوش عامله له المشيطه عامله له الدونتيفريس صافي هو هادشي اللي بدا ما كاين لا كريمات ما كاين هذا الشعر ولا بحال ايناس هذا الشعر هذا بهذا هذا بهذا فوالا وهنا يا خوتي ضروري السليبات عملالو عملالو التقاشر نتوما غتشوفو المهم هنايا عملالو السليبات واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة عملالو سبعة ديال السليبات باقي شي تقاشر هنايا واقيلا واه هنا عملالو السليبات أخوتي عملالو جوج ديال الكميسيتات وعملالو خمسة ديال التقاشر فوالا هادشي اللي كيطلبوها اخوتي منا في لاديس فوالا هادشي اللي كاين اخوتي كنظن هادشي اللي كاين كيف كتشوفوا ما اللي تبنيها هي خاويه باقا غير معدله ان شاء الله وصافي نشد قالوا انا وريت لكم كانت عندي معدله ولكن الاخوات طلبوا مني انني صور معاهم شنو عملت لهم وليداتي فوالا وهادي بنتي شوفوا هادي الطرقه الساك عامر هاد الساك نفع الصراحه الله اللي طلبناه من الشائي فوالا بالنسبه ليلي انا ماليطه ديالي شنو عملت فيها الوغ بالنسبه للماليطه ديالي اخوتي ما غنوريها لكم شي علاش لان الزوج الكريم قال لي ما احتاجش لانني كنت كومونديت شحال هذه من شي الملابس الداخليه ثلاث شيكسيوات هيدا مزيونين سكسي هيدا قال لي ما احتاجش زعما توريهم وديك الشيء المهم انا كنحترم الراي ديال الزوج الكريم قال لي ما احتاجش المهم مي حنايا غادي نسافروا انا الزوج الكريم ضروري يا خوتي يكونوا شي حويجات يكونوا ديك الشيء مزيون انتيك فوالا
اكثر يا مثل الملابس الداخلية اخوتي، مثل واحد الحويجة سيدة سيكسي، ولا هادشي اللي كاين اخوتي. هذا ما كان اخوتي. المهم طلبة اللي بعد المتتبعات قالوا لي ورينا شنو عملتي للاطفال ديالك، ولا هادشي اللي كاين اخوتي. ابتداء من نهار الثلاثاء ما غنبقاوش نشوفوا الفيديوهات اخوتي، لان حنايا الثلاثاء غادي نسافروا. وليداتي غدا ان شاء الله السبت غادي يسافروا، وحنا يا اخوتي الثلاثاء ان شاء الله غادي نسافروا. المهم مسامحه اخوتي، ما غنقدروش نشوفوا لكم الفيديوهات ديالكم، ولا هذا ما كان حتى نرجعوا من السفر. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، الى فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه، باي باي، تشاو عليكم.